السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وما ناقصكم خير ان شاء الله. مرحبا بكم جديد وفيديو جديد. نتمنى يا ربي يعجبكم وينال رضاكم. شكرا بزاف على التشجيع ديالكم في الفيديو السابق. بزاف ديالكم اللي طلبتوني باش انني نشارك معكم اليوميات ولا داك الاكل اللي كنديرو انا في الصيام المتقطع. المشكله هو انه مش مرات راه كننسى البنات، حتى كنبدا وكننسى مش مرات كنكون زربانه كل مره وشنو. المهم ان شاء الله يا ربي ما غاديش نبقى ننسى هذه المره، مره ندير لكم فيديوهات ولا نشارك معكم الوصفات ديال الصيام المتقطع. المهم ما ديروش عليا حيت واحد الجلده مش نفسي وسلي الدم. المهم ما علينا. بالنسبه الفيديو ديال اليوم غادي يكون وصفات ولا وجبات ديال الصيام المتقطع. داكشي اللي انا كناكلو. واحد الاخت شتها كتبات كومونتير ويمكن بصحته ما لقيتوش، من بعد قالت لي راه تفاضلي لنا الاكل اللي يكون اقتصادي، حنا في المغرب ما عندناش دوك الحوايج اللي عندكم نتوما. بصراحه خصني نفكر في هذا الشيء هذا، ولكن انا كنحاول انني كندير برنامج اسبوعي ليا ولولادي، دونك ليا ولولادي يعني لينا كاملين، ولكن كاين شي حوايج اللي هما ما كياكلوهمش. مثلا في الصباح هما كيفطروا حاجه، انا كناكل حاجه. اما بالنسبه للوجبه ديالنا الرئيسيه كتكون وجبه لينا كاملين. غادي نحاول ما امكن نحط هذا الشيء في دماغي اون بروغرام ان شاء الله، وعلاش لا، طلباتكم اوامر. كما قلت لكم الحاجه اللي نقدر نديرها على عيني وراسي. فوالا. دونك قبل ما نبدا معكم الفيديو ديال النهار، ما تنساوش تشوفوا الموقع الالكتروني لمدام اللي فيه لي شال، اللي فيه لي زيشارب، فيه الكساوي، فيه لي اكسسوار. ان شاء الله غادي يكون جديد. غير صبروا عليا شويه وان شاء الله مازال نجيب لكم جديد شي حويجات اللي يعجبوكم ان شاء الله. نتمنى غير التشجيع. شكرا الاخوات اللي داروا فيا الثقه وكومونداو ووصلوا لهم، كاين اللي وصلت لهم السلعه ديالهم. وفوالا، دونك هذا الشيء ما كاين. المهم غادي نطول عليكم، غادي ندوز باش نصور معكم الوجبات. بما انه كاين راجل هنايا، المهم دابا قلت ليه باش يقطع الصوت ديال التلفازه غادي يسمع الاخبار. المهم راكم عارفين ملي كيكونوا في الدار خص ضروري يسمع الاخبار، يدير الرياضه ديالو، خصو هذا خصو هذا. المهم انا غادي نسجل ونركب الصوت على الفيديو من طبيعه الحال باش هكا ما ننسى حتى شي حاجه ونقول لكم كل شيء. هذا الشيء ما كاين. المهم نتمنى الفيديو ديالو ما يعجبكم، ما تنساونيش باللايك، تعليق زوين، بارطاجيوه باش هكا اخوات الاخرين اللي كتحير في الوجبات ديال الصيام المتقطع تكون عندها فكره. كما قلت لكم انا كنبارطاجي معكم داكشي اللي انا كنديرو وتاخذوا فكره. يعني لا ما عندكمش هذا النهار ديك الحاجه اللي انا درتها، تقدروا تاخذوا من هذا النهار، من غدا، من البارح، فهمتوا الوجبات كاملين. واحد الاخوات اللي قالوا لي على ريجيم ديال المرضعات، غتلقاو كلشي كلشي في البلاي ليست ديال الصيام المتقطع، فيه كاع الانواع ديال الريجيمات اللي شاركتهم معكم، ريجيم ديال الحوامل المرضعات وبزاف ديال الوجبات واليوميات ديال الصيام المتقطع، محسوبين السعرات الحراريه. المهم بزاف ديال الحوايج غتلقاهم في بلاي ليست، غادي نحاول نحطهم لكم في صندوق الوصف ان شاء الله يا ربي، هكا باش تدخلوا نيشان وغتلقاو عندكم جريده تما تختاروا اللي بغيتوا. المهم ما نطولش عليكم، خليكم مع نهاري كيفاش غادي يدوز. المهم انا سبقت شربت الماء، شربت قهوه، ودابا غادي ندوز باش نصايب معكم الوجبه الاولى. داكشي علاش كتشوفوني كنصحصح حيت اختكم شربات جوج ديال القهوي. المهم غادي تشوفوا معايا داكشي بالترتيب باش هكا ما تخربقوش. غير هاد النهار انا ما خديتش الحامض وما خديتش الخل، خديت فقط الماء، وصورت لكم لي كومبليمون اليمونتير ولا المكملات الغذائيه. شوفوا سمحوا لي مش مرات راه ما كنلقاش الكلمه بالعربيه، ماشي كنمعت دفعها كبير ولا، ولكن مش مرات الكلمه بالعربيه بحال داك لي غرين دو لا، ميرسي بوكو، شكرا بزاف اللي كتبوا لي بالعربيه. كتنسالي والله قسم الا كتنسالي. المهم ماشي مشكل. دابا دوك المكملات الغذائيه غادي نشارك معكم اللي كناخذو انا. كاين واحد كياخذو راجلي لانه هو كيدير سبور بزاف اكثر مني وباغي ما يفقدش العضل ديالو واللي ميسكل ديالو، غير كيلعب رياضه كيجي يقول لي. المهم اما الاخرين اللي كناخذهم انا غادي نوريهم لكم. كنت ديجا درت عليهم فيديو ولكن غادي نفكركم بهم ان شاء الله في هذا الفيديو. يلا الغزالات ما تمشيو فين، بقاو معايا غادي نشوفوا الوجبات ديال هذا النهار. باي باي. ده هنا كما قلت لكم انا ما خديت هذا النهار لا خل التفاح لا عصير الحامض. المهم على حسب، راه ما كناخذهمش يوميا ولكن كناخذ الماء واول حاجه كتدخل للجسم ديالي. المهم هنا خديت كاس ديال الماء كبير بزاف، خديت القهوه الاولى، ومن بعد دابا غادي ناخذ لي فيتامين
قبل ما ناكل، ولكن بغيت نشارككم معكم بالنسبه لهذا. هذا ديال راجلي ما كناخذوش انايا على حساب لي ميسكل، عنده بزاف ديال الفوائد ولكن انا ما كناخذوش. انا اللي كناخذهم هما هادو، وتوا كياخذ معايا هادو، ولكن هذاك كياخذ هو بوحدو. كاين الزنك وكنعرفوا الفوائد ديال الزنك. المهم انا درت فيديو على هاد المكملات الغذائيه، كما قلت لكم غادي تلقاوه في صندوق الوصف وشوفوا الفوائد ديالهم. كناخذ هاد الفيتامين دي 3 ولا دي 3، حتى هي مهمه ومفيده. وكناخذ هذا فيتامين سي، لاني كنت كناخذ هذاك اللي واحد المره شاركته معكم ورجعت لهذا. هذا كنت كناخذ شحال هذه ورجعت عاوتاني بديت كناخذ هذا، لانني سمعت بانه هذاك اللي كنت كناخذه ماشي مزيان. بالنسبه للسبيرولينا حتى هي مهم، انا بديت سبيرولينا بزوج ديال الحبات في النهار، ودابا كناخذ 3 في النهار. بالنسبه لهاد لي فيتامين وهذا بروبيوتيك، هادو كاملين كناخذهم انايا في الصباح، ما كناخذهمش في الليل اولا في العشيه. بالنسبه كما قلت لكم لي دوز ولا الفوائد ديالهم وهضرت عليهم باش ما نطولش عليكم فيديو، غادي تلقاوهم في الفيديو اللي خاص بالمكملات الغذائيه. خديت القهوه ديالي الثانيه ودابا جيت باش نصايب الوجبه الاولى معكم، وغادي نصايب هنايا التيشه ولا البلبوله. كنت غادي ندير في الحقيقه الشوفان، ولكن تقلبت وقلت يمكن الشوفان ما كيكونش عند كلشي. هنا كما شفتوا درت واحد المعلقه ديال زيت الزيتون، انا هنا درت ديك الزيت اللي مرقده فيها الثومه كتعجبني، معلقه. درت واحد قطعت واحد زوج ثومات مرقدين، ودرت شويه ديال الزعتر فخي طري، تقدروا ديروا نتوما يابس ولا ناشف. غادي ندير واحد الحبات ديال الحلبه، وهنايا كما قلت لكم كنت غادي ندير الشوفان. درت تشيشه ولا البلبوله ولا الشعير الرقيق ولا لا سومول دورج، هادي درت 4 ديال المعلقات. غادي تسولوني واش راه تفهم ما كتزيدش في الوزن، اي شيء زاد عن حده انقلب الى ضده. المهم هادي في كل شيء، اي حاجه كثرنا منها الا غادي تضرنا. هنا كما شفتوا درت 4 المعلقات، ودرت معهم كاس ونص كبير ديال الماء، يعني تقريبا ماشي نص لتر، ولكن المهم الكميه اللي غادي يطيب لي فيها هاد التيشه. انا ما درتش الحليب، نتوما تقدروا تخليوها تطيب على خاطرها، زدت الملح نسيتها حتى الاخر، وغادي نحرك وصافي غادي تكون واجده. كما قلت لكم نتوما الا بغيتوا تزيدوا الحليب زيدوا الحليب، ولكن كتعجبني انا هكا ما عرفتش علاش. بغيتوا تزيدوا الحليب كتزيدوا الحليب في الاخر، ويكون بطبيعه الحال يكون خالي الدسم ولا يكون قليل الدسم، باش هكا على الاقل تنقصوا شويه ديال السعرات الحراريه اللي تاخذوهم في النهار. انا هكا كتعجبني بالحلبه، وديك الثومه كتكون مقطعه، ما كنحكهاش، ما كنديرش ثومه غبره، كندير ديك الثومه كتكون مقطعه، واحد الريحه واحد المذاق، وبالحلبه يا سلام في هذا البرد. المهم ماشي هيتكم، جربوها وغادي تشوفوا 4 المعالق ديال التشيشه. المهم البنات الله يستر عليكم تفرجوا الفيديو كامل، لانه بزاف كنقول شي حوايج وكيجيوني نفس الاسئله في التعليق، راه ما كنجاوبش عليهم، انني كنكون كيما قلت لكم ديجا مجاوبه عليهم. داكشي علاش يعني كندير واحد المجهود مونتاج تصوير وبزاف ديال الحوايج، كاين اللي كتدخل كتشوف غير الصور ديال الاطباق وكتخرج، يعني كتاخذ فكره على شنو هالنهار تاخذ صافي وكتخرج، يعني ما كتفرش، ما عندهاش هي الوقت انها تسمع شنو انا قلت ولا شي حاجه. المهم ماشي مشكل، كما قلت لكم اللي ما جاوبتهاش في التعليق تعرف بانني المعلومه راني قلتها في الفيديو. المهم ما علينا، بالنسبه السناك اللي غادي ناخذه هذا النهار هو قهوه كحله. غادي ناخذ معها مربع ديال الشوكولات الاسود اللي كما شفتوا 85% فيه ديال الكاكاو، كيكون مر بزاف بالنسبه لي انا قليل. كما قلت لكم كناخذ سناكات، الا كناخذ بحال هكا قهوه، مره كناخذ معها مربع ديال الشوكولات، مره ما كناخذوش. بالنسبه الاتاي واللي سولتوني هنايا، راني كنت كنبغي نوجد العشاء ولا الوجبه الثانيه بالنسبه لي انا والعشاء لوليداتي والاخوات. هذه انا ما جاوبتش عليها، ما قلتهاش في الفيديو اللي داز، قالوا لي منين خديتي اتاي، مع انني قلتها فيديوهات قبل، ولكن كاين اخوات اللي دخلوا جداد ماشي مشكل اللي شافوا الفيديو ديال البارح. هاد اتاي كناخذو محل نفس الاسم سميتو كوسميتي، تلقاوه في مهم هنا في باريس، كاين في سالازار. بعد انا كنت كناخذ شحال هذه من سالازار، ولكن ملي كنمشي دابا لايغوفيل سونتر كوميرسيال ديال ايغوفيل اللي كاين حدا شارل دو غول، المطار ديال شارل دو غول، راه فيه هاد الماغازان اللي كيسميتها كوسميتي نفس الاسم. صراحه اتاي ديالهم زوين بزاف، كيبقى مده طويله، واخا الثمن ديالو شويه مرتفع، ولكن شي حاجه اللي كاليتي وشي حاجه اللي
يعني تقدروا كما قلت لكم البارح في فيديو تشربوا اتاي وهذاك الشيء اللي كيبقى تاكلوه لانهم دي فخوي سيشي ولا دي فخوي كي فواكه مجففه يعني واخا تاكلوهم ما غادي يصرى لكم والو. داكشي انا مشي مرات كناخذ اكثريه هاد اكزوتيك ولا اخر ديال لي فلوغ لان المذاق ديالهم كيعجبني. نتوما غادي تمشيو كيعطيو لكم كدوقوا تما في المحل ولا في المغازه كدوقوا لانهم عندهم بزاف ديال لي سافور. فوالا هادي بين قوسين الجواب ديال اتاي. دابا غادي ندوز باش نصايب معكم الوجبه ديالي الثانيه اولا العشاء اللي غادي نصايبو حتى الوليدات. هنايا بالنسبه للوجبه الثانيه انا غادي نطيب ليا لوليداتي وغادي ناخذ معاهم. هنا عندي كيلو ديال الكوتليت، المهم نتوما على حسب الكميه اللي عندكم. درت معاها واحد جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، درت هنايا الملحه، معلقه صغيره ديال سكينجبير مع مراش، معلقه صغيره ديال الكركمه، كندير معاها نص معلقه صغيره ديال البزار، وغادي ندير التحميره معلقه صغيره ديال التحميره، ولكن الكمون كندير بزياده، كندير معلقه صغيره ونص ديال الكمون. كيجي بهذه الطريقه خطير بزاف، جربوه وراني دايره يعني فيديو خاص به في القناه، كيجي زوين بزاف. درت هنايا القياس ديال البصله، انا درت البصله ديال المجمد، قطعتها مكعبات ولا تقطعوها طويله غير باش كتعطي النسمه، وما غادي لا نقليه لا حتى شي حاجه. غادي ندير القياس ديال الماء اللي غادي يطيب لي فيه هذا الكوتليت وعلى حساب الكوكوت ديالكم. انا هنا هذا هو القياس اللي غادي يطيب، غادي تجي حدو قدو، غادي نسد عليه وكيطيب لي في 20 دقيقه، كيجي خطير وزوين. بالنسبه للبطاطا اولا المرافق، غادي ندير بطاطا سوتي ولا بوم دو تيغ سوتي، نقيتها وقطعتها مكعبات، درتها هنايا في المقله كما شفتوا، زدت عليها تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال الزيت، ماشي بزاف، ما درت زيت الزيتون، هذه الزيت العاديه. وهنايا درت ثلاثه الحبيبات ديال الثومه اللي مرقدين، كتعطيها مذاق زوين بزاف. بغيتو تحكوا الثومه ولكن ماشي دابا، يعني لان الا حكيتوها غادي تحرق لكم. تتبان لكم بطاطا بحال هذا الشكل هذا، يعني دخلها الطياب عاد حكوا فوق منها الثومه وقطعوا شويه ديال القزبر والمعدنوس، كتجي زوينه بزاف ولذيذه وهكا نبدلو. بالنسبه لي انا القياس اللي غادي ناخذو، غادي ناخذ واحد الكوتليطه اللي ما فيهاش كما شفتوا ما فيهاش بزاف ديال الدهون، ولكن غادي نحيد منها مازال هذيك الدهنيات اللي لاصقه، وغادي ناخذ شويه ديال بطاطا سوتي، تقريبا هنا عندي واحد الحبه كبيره ديال البطاطا، ومعاهم بطبيعه الحال السلطه. شلاضه دائما انا كتكون عندي في الوجبه في النهار، يعني شلاضه ديما ما كتخطانيش، اما شلاضه خضراء الخس او لا ماش، كنحاول ما امكن نوع باش ما كنملش. انا هنايا كناخذها بلا فينيغريت بلا حتى شي حاجه، ما كندير معها لا ملح لا والو. نتوما تقدروا ديروا عصيره ديال الحامض ولا الخل، شويه ديال المليحه الا بغيتوا تبنوها. المهم هادو هما الحوايج اللي انايا كنديرهم مع شلاضه، وكنوع يعني مره خيار مره الفجل البصله ومطيشه، ديما كيكونوا الفجل والخيار مره كيكون حاجه مره لا مره، مهم كيكونوا بجوج. فوالا هذه الوجبه الثانيه والرئيسيه. واخر حاجه غادي ناخذها هي التفاحه. بالنسبه لي انا ما كانش فيها الجوع، ولكن خفت لا مع ديك الثمانيه ولا يقيسني الجوع، قلت لها ناكلها دابا باش دوك الالياف ديال التفاحه يعمروا لي المعده، وغادي ناخذ تيزان في الليل يعني مع ديك الثمانيه ثمانيه ونص كناخذ تيزان. بالنسبه لكم نتوما الا كنتو باغيين تنقصوا الوزن يعني بزاف، من الاحسن خذوا غير فاكهه. الا كنتو باغيين تحافظوا على الوزن ديالكم ولا ديروا تثبيت الوزن، خذوا فاكهه ولا زوج ولا ياغورت وفاكهه، على حسب شنو نتوما باغيين بالضبط من هذا الصيام المتقطع. بالنسبه لكم بغيتوا تاكلوا بكري يعني ديروا السوايع تاكلوا بكري، وفي الليل تصوموا يعني بكري. بغيتوا تاكلوا معطل في النهار كلوا معطل، المهم نتوما خصكم تحترموا ساعات الصيام وساعات الاكل. كانوا هادو هما الوجبات ديال هذا النهار، نتمنى انهم يكونوا عجبوكم وتكونوا استفدتوا وتكونوا خديتوا فكره. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رياضكم تهلاو في صحتكم، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، مع السلامه.